شبين كيما هكا جيت عيري كا جيت انا كيكا سيبو حضارك هذي تمكنت الفرقة في بحر هذا الأسبوع من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تكون من 3 أشخاص في 30 من العمر مع حجز ما يقارب 140 غرام من مادة الكوكايين و 790 غرام من مادة الكيف المعالج، بالإضافة إلى حجز مبلغ يفوق 480 مليون سنتيم من عائدة الترويج واسترجاع مركبة سياحية، وكذا مجموعة من الهواتف النقالة كانت تستعمل في التنسيق بين أفراد هذه الشبكة الإجرامية. بعد الانتهاء من التحقيق قدمت الفرقة المشابهة فيهم أمام النيابة المحلية وفق في إجراءات جزائية لموضوع حيازة وتخزين المخدرات السلبة كوكايين والمخدرات كيف معالج بطريقة غير مشروعة